في كربلاء تابع الشيخ عبد الحميد المهاجر ونرجع لكم مرة ثانية. وما أريد أموت موت طبيعي. أقول لكم وهذه أطلبوها لي هذه الليلة. أنا أبحث عن القتل أني أقتل في طريق الإمام الحسين. وهذا الذي يحصل. وما راح يكون إلي تشريع. عجيب شيخنا المهاجر لماذا تحكي هالشكل؟ وحق الحسين أنا قلبي متألم أحبابي. هاي سجلوها عندكم، إذا صار لي تشيع كتبوا هذا كذاب عبد الحميد المهاجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوتي وأحبتي. مثل ما شفتوا الشيخ عبد الحميد المهاجر يوحي للناس، رب تلميح أفضل من تصريح، يوحي إلى الناس أنه النفس الزكية. جزء ما منتبهين لهذه القضية. يوحي للناس أنه يعلم الغيب، يوحي للناس أنه سيقتل. الله أعلم بهذا الكلام، لكن للأسف الشديد يا شيخ عبد الحميد المهاجر كفانا استصغار للناس، ننظر للناس منظار صغير وننظر إلى أنفسنا نحن أحرار والناس عبيد، وننظر إلى الناس نحن علماء وهم جهلة. لا بالعكس، أكثر من عندنا الناس تعرف، وأكثرهم علماء أطباء فلاسفة، لكن نحن امتازين عليهم بالعمامة، بس فقط بالعمامة اللي بسناه وإنه زي رسول الله. وصدقني موجود عندنا الخرافة، موجود عندنا الكذب، موجود عندنا التدليس والخداع والنفاق، وكل شيء اللي موجود بالشارع موجود تلقاه عندنا، احنا أهل العمائم. لكن عبد الحميد المهاجر ما توحي إلى الناس أنه أنت ستقتل، أما في كربلاء وأما بين الركن والمقام، وتوحي للناس أنه أنت النفس الزكية. خلينا أعطي شوية معلومة خاطر أفيدك. إحنا عندنا أهل البيت سلام الله عليهم يقولون هذا حديثنا، اعرضوه على القرآن، إذا تعارض مع القرآن اضربوا عرض الجدار. هذا إحنا منتهين من هذه القضية. خوش الحديث هنا يقول ما تدري نفس بأي أرض تموت، النفس لا تعلم بأي أرض تموت. هذا قول عن رسول الله، لقمان رقم الآية 34. تمام، خاطر تكون أنت على بينه. ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ورسول الله أيضا لا يعلم الغيب إلا الإخبار من الله سبحانه وتعالى. وهناك آية صريحة من الأدلة المحرزة بهذه القضية يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا منه يقوله رسول الله. خوش انت هنا توحي الى الناس انه ستقتل بين الركن والمقام. هذا انت بالنسبة لك هذه الايام انه انت تقول سيظهر الامام، ما كثير من الناس نشوف الضجة الاعلامية لظهور الامام سلام الله عليه، الامام المنتظر. هسه بعض من عندنا من يقول الامام يولد، وبعض من عندنا من يقول الامام غائب. لكن هذه الايام أنت توهمات التي توجد في دماغك أنه أنت النفس الزكية، وراح أعطيك استدلال. أولا إحنا عن ما ذكره الشيخ الصدوق، لكن هي توهمات شيطانية، أسأل من الله أن ترفع هذه التوهمات منك. الشيخ الصدوق يذكر حديثا منسوب إلى الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يقول تقتل النفس الزكية بين الركن والمقام، النفس الزكية بين الركن والمقام، وتسبق ظهور الإمام بخمسة عشر يوما. هسا شو اسمه هو هذا الذي أولا هو الحديث منسوب للإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام جعفر الصادق. هذا اسمه أبو محمد الحسن المثنى ابن الإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا ينكر. لكن أنت توهم الناس أنه أنت ما تصرح، قلت لك رب تلميح أفضل من تصريح. أنت لا تصرح يا عبد الحميد المهاجر وتقول أنا النفس الزكية. شو اللي قدمت أنت للناس حتى أنت تكون النفس الزكية؟ هناك روايات تقول أنه النفس الزكية هي نفس ظهور نفس الإمام سلام الله عليه، الإمام والنفس الزكية ومحمد بن الحسن هي شخصيتان متجلية بشخصية واحدة. لكن أنت توهم الناس وتقول أنا النفس الزكية لكن لا تصرح. شنو اللي سويته؟ شنو اللي قدمته؟ ما هو الأطروحة الفلسفية التي قدمتها؟ صدقني أنا كنت صغير كنت أستمع على محاضراتك. قفز الناس يقولون أنت كبير في العمر. لا عم، أنا مواليد نهاية 79.
كنت استمع لمحاضراتك، الله وكيلك كانت محاضراتك مخيفة قسما بالله العلي العظيم. كنت من نسمع وان ظهور الامام قمت ما اطلع بالليل، اخاف، وبالنهار اخاف من اشوف حائط وكذا، اقول هذا الامام راح يعني خاتل ورا هذا الحائط وبس اطلع يقتلني، سويته الامام مجرم وقاتل وسفاح دماء. وبالليل من اطلع اقول هسه راح ياخذني اللي بس يجر راس الامام ويقطعه. كافي عمي كافي، اولا كافي ضحوك على الضحك على الناس هاي المساكين البسطاء، تراهم انت ترى نفسك انت عالم وهو جهال، لا بالعكس انهم علماء. واليوم الناس قامت تميز بين الصحي والخطأ. عبد الحميد المهاجر، أنت توهم نفسك ودخل الوهم في 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 دماغك أنه محمد ابن اسمه أبو محمد الحسن المثنى. يا أخي مو من مدينة المثنى، أنت أدري رجال من أهل السماوة ومن مدينة المثنى، مو المثنى، مو مدينة المثنى. أكو ألفاظ تضع على المعاني، هسه أكو يعني أكو أسماء متشابهة، اسم محافظة أو اسم أيضا الشخص مثنى، هذا اللفظ يختلف عن هذا اللفظ، هذا المعنى يختلف عن هذا المعنى، لفظ واحد لكن معناه مختلف. انت مو عبالك هو اللي يطلع من المثنى، ترى رجال حشيمو على راسي بن حشيم كلهم، بس انت لا توهم نفسك وتوهم الناس وتقول انا راح انقتل بعد 15 يوم، واذا والله جبت عمرك من ذاك اليوم لهذا اليوم تسولف بهاي السالفه. لا انت مقتول ولا انت ميت ولا انت تعرف الامام، وانت توهم الناس وعندك وهم براسك قسما بالله، قسما بالله هذا اكو جن جاي يسولف براسك بهاي القضيه. فيا عبد الحميد المهاجر كفى هذا الكلام. الامام سلام الله عليه هو كثير من الاطروحات، كثير من الاطروحات، وصار 1400 سنه احنا منتظرين، وجاز انه ننتظر بعد اكثر، جاز نكتظر. واذا طلع الامام، وحتى اذا طلع الامام اول ما نحاربه احنا، لانه يضرب بمصالحنا الشخصيه. طبعا هو راح يطلع بالعلم، هو ما يطلع في ترشي، الامام راح يطلع بالعلم الحوزوي. واحنا اليوم تشوفنا اي واحد يطلع باطروحه علميه، يطلع بنظريه، الله وكيلك نهجم عليه. ذولا ماكو رزخونين يهجمون عليه، والعلماء ساكتين، ليش يحافظون على الخمس والزكاه المهم كفاك يا عبد الحميد المهاجر، كفاك يضحك على الناس بهذه الطريقه، والله لن تقتل ولن تموت ولن تكون انت النفس الزكيه التي تقتل قبل ظهور الامام المهدي سلام الله عليه ب15 يوما. وهذا ما ذكر عن الشيخ الصدوق انه عن جعفر الامام الصادق ان هذه الروايه منسوبه. اسال من الله لي ولكم العافيه بحق محمد وال محمد، لا تنسونا بافضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.